الزول في الاول نيت ما يسمى الزول المقرن. مرحبا اسوين بونسوار بونجور ا توتي ا توس اون بو دير بونسوار باسكو اي ديجا 17 دونك سي اون اي اون فان دابري ميدي الوغ مساء الخير عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم طقس بارد فان بارد بارد نو مي واش يقولوا الشتاء نو اللي صبط قدرت باش تهبط لا تمبيراتور حتى ل 2 دوغري. اليوم رانا 2 دوغري ملي كنا موان 5 موان 5 برد الحال. مي اليوم انه المطر هبطت كيما قال واحد بغزاره ومازال تصب كيما شفتوا قبيلت انا جيت درت فيديو كانت تصب مي فريمون هبطت لا تمبيراتور خلاص. يفو رولي دوسمون اذا راكم اتونسيون اتونسيون صباح جليد وتو سا مع النو وكيما قال واحد ولا كلاص فات اتونسيون مشيو بالعقل. Alors, aujourd'hui, c'est le khamis, 20 janvier 2022. On va parler aujourd'hui sur le tourisme. Donc, vous pouvez voir dans la منطقه تاع جلال vraiment تمرت نشاوين يعني vraiment vraiment مناظر 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 الخلابه كما يقول الانسان. ماهوش غير جلال كون تشوفوا تاع دابا خنشله تاع الحمام الصالحين وتشوفوا لي فيستيج اللي كاينين تشوفوا لي مونطاني باغي التومبل تاع الكهنه كيما قال واحد يعني حاجه ما دارت يا ناس حاجه ما دارت. بلادنا واسعه وعريضه وفيها كون تشوفوا هالبلاد البلاد هذه اللي دفعوا عليها جدودنا كما قال واحد من اللي كانت جدود نتاعنا مساكن يدافعوا على البلاد نتاعنا وكي استقلينا ما درنا فيها والو. من اللي كنا كانت دهيه كما شفتوا مع ماسينيسا ويغرطه وكما قال واحد واكسل ومن كانوا يدافعوا على الوطن من اللي كانوا يجيو من اللي جاوا العرب من اللي جاوا كيف اسمهم الاخرين الروم كما جاوا هذو تركيا كيما الناس كل اللي دخلوا علينا حاربوهم 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 ومن بعد الاخر خلاص يقشتوا فرنسا ودينا الاستقلال نتاعنا. مي والله اليوم ما درنا والو. اليوم الموضوع نتاعنا هو التوريزم ما كان والو غيان توريزم. على بالكم في الجزائر نورمالمون نحي وزاره التوريزم. انا لو كان جيت رئيس الجمهوريه نحي ثلاث وزارات. الوزاره الاولى نحلها هي الوزاره نتاع كيف اسمه الدين. هذه نحيها هذه ما عادش تسمعوا بوزاره الدين خلاص خلاص خلاص. الدين عند ربي سبحانه عز وجل. الدين تاع ربي ما هو حتى نتاع واحد. هادو مدايرين بالعاني هالوزاره هذه باش الناس يحطوا فيها ابن عمهم وباش يبزنسوا فيها. الوزاره الثانيه هي وزاره المجاهدين نحيها خاطرش هما ديكم ما بقاش مجاهدين. عندنا كلكوزان مساكن ربي يطول ربي في عمرهم نخليهم يسلكوا ونعطوا لهم الحق نتاعهم يسيفيني. ما بقاش فيها قال وزاره مجاهدين و48 منظمه نتاع مجاهدين وهذه وهذه واش هذا كل واش يجيبوا للشعب واش يجيبوا للدوله واش يجيبوا للشعب زيرو ما كان والو. كيما وزاره الشؤون الدينيه راكم تشوفوا وزاره الشؤون الدينيه عندهم دوكا ما قدام ما خدموش اليوم خدموا اليوم داروا بيان واش هو نهار السبت نهار السبت باش يدعيو الناس يصليو صلاه الاستسقاء باش حساب على حسابهم هما يربي يعطينا النو. شوفوا هذيك الجهل كيفاش الناس يديروا غادي موا هاكم تشوفوا النو اليوم يتصب ما صلينا ما والو النو يتصب وحدها ما كاين والو. مي هما رايحين ثاني نهار السبت ما قالوش نهار الجمعه يا اخي زعما يا اخي زعما حنا المسلمين الجمعه زعما كلش يبقى كنتو ديروها نهار الجمعه وخلاص على حتى نهار السبت يا اخي تقولوا نهار السبت نتاع اليهود ونتاع الاخرين ما فهمتش عليكم انا والله لا جيني غير كومبري. على كل حال مش موضوع الموضوع نتاعنا اليوم هو التوريزم. شوفوا منطقة بغاي وين كان الطومبل تاع الكهنة الكهنة على بالكم كانت حاكمة افريقيا كومبلي باش نفهموا بها لافريك دي نور كاملة كانت تسير فيها دهية من بغاي ولاية خنشلة. تروحوا تشوفوا بغاي على بالكم كان على حساب المؤرخين وعلى حساب الناس اللي قدموا الناس لي زيستوريان واش يقولوا يقولوا كاين دي فيلاج لتحت باسكو كي كانت دهية دارت حروب حروب مع الناس المستعمرين المستعمرين نتاع العرب اللي جاوا دخلوا علينا المستعمرين نتاع الرومان المستعمرين نتاع بزاف بزاف اللي جاوا الناس دخلوا على 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 بلادنا وجدودنا حاربوا 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 حتى لفرنسا وحرروا البلاد. مي كي حرروا البلاد ريان ديتو قعدنا ما درنا فيها والو. عندنا الجبال كون تشوفوا الجبال كيفاه نتاع الاوراس
تشوفوا منطقة كيف اسمه غوفي بيكزومبل، اللي نحيي الناس غوفي حبابي والناس اللي نحبهم جماعة غوفي، نسلم عليكم بزاف بزاف. تروحوا تشوفوا غوفي هذيك، والله العظيم منطقة يعني بريمون قادرين نديروا فيها، شوفوا نديروا فيها واش نديروا فيها، كيما جبل أوراس، كيما جبل في خنشلة، كيما خنشلة تمشي ومنين تمشي وشوفوا كي سوا، تروحوا تشوفوا الحمام الصالحين، الجبل كيفاش دايره به، تروحوا تشوفوا تطلعوا باكزومبل لشيشار، من شيشار تروحوا تعقبوا الجلال كيما قال واحد، كيما كنتوا تشوفوا دوكا الجلال اللي كنتوا تشوفوا فيها كيما دوك، هذه واحد يصور من الطوموبيل تاعو، مي يكون كاميرا مان ويكون انسان اللي يعرف كيفاش يروح يشوف ويدير، فريمون فريمون سي 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 دي سيت هيستوريك. خليناهم والله لا والله لا كان والو، والله غير خساره 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 خساره. شوفوا هاد المناطق هادو نقدروا نديروا السكي فيهم، نقدروا نجيبوا التوريست يجيو من كل بلاصه، مي حنا مغلوقين، حنا مغلوقين على رواحنا، كيفاش يحبوا يجيونا لي توريست؟ لي توريست يروحوا لتونس. لو كان جات هاد المناطق هادو في تونس، نقول لكم الحق اليوم تونس راهي بارمي البلدان اللي الاغنياء في العالم. لو كان جاو هادو المناطق هادو كاينين في عندنا عند خوتنا في في, في, في عند المغرب، والله غير بالتوريزم برك يدخلوا ملايير والملايير. هاكم تشوفوا التوانسه مسك واش عندهم؟ البحر وطرف نتاع رمل. هاكم تشوفوا كيفاه لي توريست يجيو عندهم، علاش؟ باسكو هما عندهم عقليه، هما معقلين، الناس يحبوا بلادهم يزوروها الناس. حنا ما كاين والو، حنا قافلين على روحنا. ها وجاي جسس، هاي جات هاي الملكان يحبوا يجسوا علينا، هاي اسرائيل كلاب بني كلاب ما تخليهمش يجيو، ها وجا الماني هذا راهو جا بصح راهو جا بالباسبور نتاع كيف اسمه نتاع اليهود وراهم يجسوا علينا. يا ولدي واش يجسوا عليك؟ واش على واش اسمحوا لي بالكلمه هذه، يجسوا على خلاك؟ يجسوا على خلاك وعلى واش يجسوا برك؟ واش عندنا حنا؟ اسمحوا لي بالكلمه هذه فور دير، واش عندنا باش يجسوا علينا؟ واش عندنا برك؟ واش عندنا؟ يا والحليب ما عندناش، واش يجسوا علينا؟ ابا با 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 اتونسيون، راهم جايين اخويا هذو ما قالك حقا جاو اليهود اخويا ودخلوا علينا بباسبور تاع دي فرونسي وداروا روحهم دي فرونسي وجاو دخلوا علينا. يا اخي هضرات، يا اخي هضرات. ها ولدي انت يجسوا عليك، عندك نيوكليير ولا واش عندك؟ واش عندك برك باش يجسوا عليك؟ فهموني برك، حنا عندنا في الجزائر واش عندنا باش يجسوا علينا؟ واش عندنا برك؟ هي وفرنسا راهي حابه ترجع وما نعرف واش هو، وحكايه هذيك نتاع بكري خلاص حكايه اللي كنا نسمعوها وحنا صغار. يا ولدي يندبوا بينا يرجعوا، يندبوا بينا ولا واش يديروا بينا؟ واش يديروا بينا على سفه البترول هذه اللي قريب تفضل؟ واش يديروا بينا برك؟ واش عندنا باش يديروا بينا؟ واش عندنا برك؟ واش عندنا؟ هما لو كان نحاولوهم بعد نبوس لهم رجليهم بعد ما يرجعوش، ما يرجعوش. مي حنا لازم نخدموا بلادنا، لازم نخدموا بس ما نخليو الناس دير. كاينوا على بالكم مناطق كيما في عنابه، كيما في القل، كيما منا كيما من، لو كان نتاع التوريزم كيما قال واحد يديروا لي فريمون، يديروا لي مينيستير دو توريزم يعني صح صح، ماهوش نتاع التنافيخ. هاكم شوفوا دوكا نبعثوا هذو لوفيس ناسيونال دو توريزم وين راحوا؟ راحوا لاسبانيا، راحوا لاسبانيا يشاركوا في على حسبهم هما في ما نعرفوا يشاركوا في في, في في اسبانيا من 23 فيفريي. هاد الناس هادو نقول لهم يعطيكم الصحه، روحوا اقعدوا في اسبانيا وما ديروا التوريزم. مي كي تقول لي رايح نروح هنايا نحضر التوريزم، واش واش راح تجيب؟ واش راح تجيب؟ واش حتى لي فيزا تعطيهم وكونت كاش ملي يجيكم. ونعطيكم حاجه يا جماعه، شوفوا روحوا لاسبانيا، روحوا لبلجيك، روحوا لفرنسا، روحوا لسويس، روحوا للدول الاوروبيه كومبلي، تلقاو لي زاجونس، تلقاو لي زاجونس دو توريزم يعطيوك بارتو، يعطيوك حتى الناس راهي توجد في روحها باش لو كان ماهوش المرض هذا ومنه ومنه راهم رايحين تونس، المغرب، افريقيا، لافريك دي سود، رايحين بارتو الا فرد بلاد ما كانش هي الجزائر. والله يا جماعه تسعه، والله انا دخلت رحت لاوروب وزرت لي زاجونس، والله نشتاق نشوف مدام نقول لها الجيري نو 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 بور نو 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 بور انستون نو، كي نقول لها بلي راه عندنا مسيو اسمح لي يقولوا لي ما كاين والو، حنا عندنا الجزائر واحد ما يطلبها واحد ما يروح لها واحد من هنا. الو حنا نهضروا على التوريزم، بالو نخسروا في الصواد هذا الناس هذو اللي راحوا لاسبانيا راحوا يعقبوا التوريزم هما، هما راحوا يديروا يقعدوا ثما يضربوا منا 23 فبراير كيما قال واحد ماكله كيما يقولوا هما راكده وتمونجي وخلاص هذا مكان وكيجيو. خاطر جا واحد الوزير تاع السياحه، وزير تاع السياحه جا الخنشله، وانا كنت الوقت هذاك نخدم مع لوسوار دالجيري، رحنا معاه باش نزورو خنشله والمناطق تاع خنشله.
يعني خرجوا مساكن لي جون الشويه فحوله من تسكورت ومن زوي ومن كيف اسمه من بابار ومن هنايا ينعتلوا. وي ساع العسل ضرب فيها بوقا ليل الله عسل دعش الشارع والله بوقا صايي هما كيجيو الخنشله البرامس والبقال نتاع العسل ما كانش هذا بصح البقال لو كان جينا غير موال نمدوا البقال نتاع العسل ولا جوج بقالات ولا ثلاثه نتاع العسل ونمدوا البرانس على جات خنشله والله غير كما يقولوا الناس والله غير جموف والله غير جموف قاعدين يمدوا على يوم يمدوا على 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 صلاحهم هما برك اللي يجي خالي الوزير سيدي الوزير تشوف هذا ولد مجاهد وهذا ولد شهيد وهذا ما نعرف واش هو هي واش كاين كيفاه يبعثوا ما يروح في وزارة المجاهدين ولا في وزارة ما كانش مشكل دوك نشوفوا مع وزير المجاهدين يديوا لهيه وفي الأمان ولا يجريوا على أرواحهم خلاص خلاص ما يجريوش على البلاد ولا يجريوا على يجريوا على أرواحهم ولا يجريوا على سيدي الوزير الولي نتاع خنشله هذا ملي جا قلنا له واش كاين هذا ياك نشوفوا هذيك البلاصة هذيك سيدي الوزير حنايا عائلة ثورية وحنايا مدينا ما نعرف واش وحنايا الوغ كو جماعة نتاع الثورة صح صح والناس اللي فريمون انا نعرف اخرين ولاد شهداء صح صح ولاد مجاهدين صح صح يعني منا والله عمرهم ما يقدموا عمرهم ما يجيو ويجيو غير البزنسية هذوك يدوروا بهم الوزير وكذا ومنا نكملكم على الوزير هذا والله يا ناس والله ما نضركش عليكم غير رحنا لتازكورت اللي نحيي جماعة ولاد تازكورت الفحولة والله جاو نعتلوا واش يقولوا واحد الحجر من قوشين كيما هكذا ونتاع خلاوه من الرومان وخلاوه منا قالوا لي ولدي هاو ما عندناش حتى وين نحطوه ما كاينش حتى حاجه يعطوها لنا باش نروحوا نحطوا هذا الفكير هذو واش يقول لهم واش يقول لهم الوزير هذا يعني لو كان جيت يا لا غالب بصح لو كان لا غالب لا غالب لا غالب والله جيت انا رئيس بلديه نتاع البلاصه هذيك ولا منا نقول لهم حبسوا الزياره ومن فضلكم رجعوا للخنشله ارجعوا الخنشله ما نحبش الزياره تكمل في الكومين تاعي بصح لازم نكون منتخب عند الشعب ما نكونش مدوا عليا دراهم باش نكون امير ما نحبش نحب نكون منتخب من عند الشعب كيما دار خطره مسيو حمر في بغاي كيما قال نحييه كي الشعب هو اللي حطه الشعب ما كانش وحطوا باسم لفافس ما كانش لي هذه ولا هذه نحاو كذا من الشعب وقف وقال لهم ترجعوا لنا المير تاعنا وجابوه هادو هما الناس اللي يديروا نجي نقولوا حبس يا سيدي الوزير حبس ما عندك ما تدير عندي لهنايا من فضلك رجع منين جيت روح لعاصمه الولايه انا عندي ما نحبش تجي عندي لاكومين تاعي هذا مكان والشعب يساندني كيفاش الناس يهضروا معاك انت تقول لهم روح حطوهم في الكراجات نتاعكم هذه هضره يهضرها مسؤول يهضرها وزير نتاع السياحه سمحوا لي باش ما نظلموش الناس ماهوش وزير السياحه نتاع درك باش نتفاهموا مليح وزير السياحه ما نقولش اسمه والله انا بحذاه قسما من عظما غير انا بحذاه قال لهم اديوها حطوها في الكراجات نتاعكم اسيدي شوف ما عندكم كراجات ولا شوف ما عندكم منا وكش ما عندكم وعلاه يا سيدي الوزير وميوزي في خنشله حرام يدار غير عندكم انتوما يدار غير في بلادكم انتوما في بلاد الشاويه ما يدارش الميوزي ما يدارش علاه والله بالكلمه هذه غير قال لهم حطوهم في واش يقولوا كنت نسجل من بعد ولا دخلت الميكرو خلاص اي خليها لنا خلينا نولي ندير مشاكل ولي يقولوا لي درت لنا مشاكل كيما درت لنا مع نتاع السبور هذا كيف اسمه درواز اللي جا للستاد كيما قال واحد يحل في دي ستاد فاك ستاد فاك يحل فيهم وكيقول لهم بلي راهو جاي يحل في دي ستاد فاك شكاو بينا العداله وشكون اللي شكاو بينا الناس بعد اللي نتاع خنشله هما اللي عيطوا له قالوا له واش يقول تاع الاسوار الجيري راح يشكي بيا في العداله جاب ربي المدير نتاعي زاد عطاه قال واش قال واش قال الصحفي تاعنا قال الشيء اللي كان واش قال كيما تشنت ملعب نتاع 45 متفرج وهو كتب قال بلي راهو دي ستاد فاك حتى الطارطون كان يبخلنا فيه الوقت هذاك الطارطون كي قال له جماعه جاو ثم مش عليها قال له جماعه كان الوقت هذاك بود بوز هو رئيس البلديه جاو قالوا له يا ولدي احنا طارطون كنا نلعبوا في الغرقه نلعبوا في الغرقه خنشله تلعب في الناسيونال وتلعب في الغرقه تلعب في الناسيونال وتغلب لا جيسكا وتغلب لامسيا وتغلب لامسيو وتغلب في الغرقه في الغرقه وكي قلنا لهم ديروا لنا طارطون عيط لي سبيسياليست جاو معاه سيد الواز هو مسكين اللي غلب عليه جاو هذوك واش اسكو يتي بوسيبيتي باش نديروا طارطون هنا الخنشله قالوا له هذوك واش قالوا
سيدي الوزير، هذه منطقة فيها بزاف النو والثلج، وفيها بزاف منها ما تصحهمش ابون النو والثلج، والناس اللي يرسلوا لهم الطارطون ما فيهمش النو والثلج، غير حنا برك عندنا النو والثلج ما يصلحناش الطارطون. والله يا جماعة، والله العظيم، وينهم اللي زايدين تاعنا اللي يتكلموا؟ وينهم لو كان جيت انا رئيس بلدية، ولا جيت انا ثم بي ا بي وي، ولا جيت انا مسؤول بصح نكون منتخب؟ قال سيدي الوزير انت واش هي الهضرة هذه؟ تا غير حنا عندنا حنا اللي تصب النول، ومن بعد تصب النول تصب النول الطارطون يمشي، واش كاين فيها؟ وين المشكل؟ والله العظيم لا حبوا يديروا لنا الطارطون الوقت هذاك، وعلى هذا كان درت الارتيكل في الصوار الجيري، وثار وراحوا شكاو بينا للعدالة، وقال لهم، قال لي المدير، قال لي ما تروحش انت، انا نروح، راح المدير في بلاصتي. دونك كيما قال الانسان، وزاد دار ارتيكل زوبر سويسي، ما خلى ما بقى لهم تاع الصوار الجيري، ما خلى ما بقى لهم. دونك هاكم تشوفوا توريزم حنا عندنا، حنا نورمالمون نروحوا نجيبوا لي توريست كيما قال واحد، ونديروا الدعايه للتوريزم ونسهلوا للناس. خليونا من الهضرات نتاع بكري هذه، هامي يجسوا علينا، ها احنا ما نعرف واش هو، هامي يحبوا يرجعوا فرنسا، هامي يحبوا ياكم تشوفوا، هاكم تشوفوا تخطرنا صفه البترول، والله العظيم ناكلوا 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 ناكلوا, ناكلوا, ناكلوا كيما قال واحد الحشيش، وراهم بداوا الناس ياكلوا في الحشيش بعد. وزير وزارة تاع التوريزم، وزارة سيدي، كنت كنتكلم يهضروا على التوريزم والتوريزم، قداه يجيو لنا التوريست في العام؟ قداه التوريست يجيو لنا في العام؟ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ قداه يجيو لنا؟ قداه يجيو لنا برك؟ أنا ما على باليش أنا قداه التوريست يجيو لنا، شوفوا نقارنوا برك بحالنا خاوتنا في تونس، قداه يجيوهم لي توريست، ونشوفوا حنا قداه يجيو لنا لي توريست. نقارنوا روحنا برك، ما نقارنوش روحنا لفرنسا، ولا نقارنوا روحنا للبلدان الاوروبيه، نقارنوا غير بحالنا برك. نشوفوا فرنسا بحال تونس، ولا نشوفوا المغرب ونشوفوا لي توريست اللي يجيوهم، بورتو ما عندهمش كيما عندنا حنايا، ما عندهمش مناطق كيما عندنا حنايا خلابه. نزيدو نروحوا للسود، شوفوا السود، كرون سود نتاعنا، اللي واحد الوقت كانوا يجيو يروحوا يديروا طام الراس كيما قال واحد، فيستيفال طام الراس، ويديروا في كاي، ويجيو على هذا السنين اللي راحت خير من السنين اللي جات. دركا والو، ريان، زيرو توريزم، ما كان والو 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 والو. وسي فري، هو راهي المناطق كاينه، كلش كاين، لا مونتاليتي، لا مونتاليتي اللي ما كان والو. ما ينجمش يجوك التوريزم وانت عندك المونتاليتي كيما هذه نتاع الغاشي هذا. هذا راهو غاشي اللي عندنا حنا دركا، مو الشعب اللي يجيه التوريزم. يجيوك انت غدا الصباح كيما قال واحد، راكم تشوفوا التوريزم لو كان يجي واحد يسرقوه ويضربوه كيما قال واحد، واش يجيو عندك؟ واش يجيو عندك يرحم والديك؟ زاد السنين التسعينات هذيك زاد هلكت لنا، نحات لنا خلاص من الخريطه. عاد انا قلت لكم روحوا شوفوا لي زاجونس منا ومنا، وهي وعندنا لي زاجونس تاعنا حنايا، زعما لي زاجونس توريستيك تاعنا حنا، واش يديروا؟ كاملين متجهين للعمره، كاملين تلقى لي زاجونس توريستيك هذو الاف، 99.99% العمره. ها واش عندهم التوريزم؟ ما كاينش التوريزم. قال باغ اكزومبل نديرو، انا واحد الوقت بروبوزيت للكلوميير، بروبوزيت لهم، قلت لهم يا انتوما رؤساء بلديه، علاه ما ديروش دون لو كادر دو جوملاج؟ الا عندنا برك، عندنا برك اللي دار جوملاج مع وقيلا اون فيل في سانت اتيان، وقيلا يا ربي والله انا يبان لي، الا عندنا ما كان والو، ريان دي تو. ديروا دي جوملاج، واحد يدير مع لا سويس، واحد يدير مع كيف اسمه مع فرنسا، واحد يدير مع الاسباني، واحد يدير امور باش الناس تروح وتجي، ويظهروا يعرفوا احنا نروحوا لهم هما يجيونا، ونظهروا نعرفوا واش كيما قال واحد، نتبادلوا لا 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 ما كان والو، مدايرين غير الجماعه هي خطاش. علاش العمره؟ بوركوا؟ باسكو لقاو الناس مساكن هابيل تاع الجزائريين، مساكن يتمسخروا بهم، هيا روح خسر مع بالله مليون، هز الحجر وضرب واحد الحيط وقال اني ضربت كيف اسمه، اني ضربت الشيطان، والناس تداز وتقاتل على باش يروحوا يمدوا سواردهم، يعطيوهم العربية السعوديه، العربيه السعوديه تهز الدراهم هذوك وتروح تعطيهم لسيادهم، تروح تعطيهم لسيادهم الامريكان، وتعطيهم لسيادهم كيف اسمه اسرائيل، وتعطيهم من هنا، وهم يلموا برك ويبعثوا لهم، هي تهز ها ملايير تاع الملايير. بصح التوريزم باش يروحوا يحوسوا، ولا يروحوا كيما قال واحد يتفرهدوا، ولا يجيبوا لنا لي توريست كيما يجيو لنا لتونس، ولا يجيو لنا شوفوا روحوا بارتو في تونس، المغرب روحوا بارتو في تاع العرب، روحوا لمصر ما تلقاوش يدحشوا كيما حنا على العمره والحج ولا هنا. احنا لو كان تلقونا حنايا، لو كان تلقوا جاب ربي نديروا لنا كوطا هكذا،
لو كان يخليو يا هو والله والله كومبلي الجزائر كل عام كومبلي، غير حنا بطل نروحو ما كان خويا كل واحد ما يروح. اي بورتون قلنا لهم يا ولدي الحج راهو عندكم في ثما، الحج راهو في بلادك، او الحج راهو في باتنا، الحج راهو في خنشلة، الحج راهو في الجي، هذا كل حج الناس مساكن ما لقاوش واش ياكلوا، كي تروح تهز عيله وتعطيها كيما قال واحد هذا كل حج صح صح. اخي تقولوا باللي ربي سبحانه عز وجل دخل مرأة للجنة كي عاد نقرت كلب من الموت عطات له الماء، هذه مرأة نقرت كلب دخلها ربي هذه وكافرة، وانت كي تنقذ عائلة واش يعطيك ربي سبحانه؟ خير ما تروح في الطيارة تضرب دورة كيما قال واحد وعاد عاد دوكا يتقابضوا شكون يجيبوا حوايج من هيه، وعاد ما نهضروش واش راهو كاين دوكا. هاكم تشوفوا اليوم شو بلاد السعوديه، هاي ولاد لي دونسينغ والناس تشطح والبنات تشطح وكذا، واش من حج تحج؟ واش من حج؟ هذا حج هذا تاع واش حج؟ يحج هو مدل الناس كيما قال واحد خلي تعيش على روحها كيما قال واحد هذا كل حج، مدل الناس مساكن ما يشفوا، روح رقد ناس، روح ابني ناس، روح ابني لهم، احنا عندنا والو، ابني جامع وروح تحج، والباقي على الله كيما قال واحد، ويظل يقول لك التوريزم، شو من توريزم؟ واش من توريزم عندنا في الجزائر؟ واش من توريزم؟ قولوا لي برك من فضلكم، نعتوا لي واش من توريزم عندنا في الجزائر؟ ها حتى حنا نتاعنا حنا مساكن يهربوا يروحوا لتونس مساكن، يروحوا لتونس كي يعدوا في الصيف ولا في الشتاء ولا منا، يروحوا مساكن في لتونس ولا المغرب هو مقفول كيما قال واحد، ولا يروحوا لتركيا. اي بورتون حنا عندنا مناطق كسوا في ليست ولا في الويست ولا في السونتر ولا في السود، عندنا مناطق والله العظيم كيما قال واحد لو كان صح جينا الناس يجيو عندنا ومنا ما عادش يخطيونا، والله لا عاد يخطيونا. عندنا برك حتى واش يقولوا هذو في عنابه بيكزومبل، تروح منا تشوف لي طومبو تاع اللي كانوا بكري كيما قال واحد كيما تاع هذوك الاسقف نتاعهم وهذوك منا، وكانوا ناس ينجموا في سوق هراس بيكزومبل، ومنا يجيو هذوك لي توريست يجيو يزوروا القبر نتاع هذو نتاعهم هذو والله العظيم ندخلوهم ملايين، ندخلوهم ملايين غير بهذا الفكير هذو. نو اخي نو يجيونا حنايا او شوفوا تونس، شوفوا التوانسة عندهم فرد واحد يهودي، فرد واحد ماهوش عندهم 30 ولا 40 ولا، عندهم فرد واحد. الخطره اللي فاتت قدام خطرهم يحطوه وزير سياحه تونسي يهودي، وزير سياحه عطاو له. حنا لازم تكون مسلم باش تكون وزير، لو كان ما تكونش مسلم ما عندكش الحق تكون وزير. وعلاش داروا له كيما هكا؟ بوركوا داروا له كيما هكا؟ بوركوا باش يجيب لهم لي توريست، باش يجيب لهم لي توريست، باسكو على بالهم بيه هو يهودي كيما قال واحد، ويجيهم تروح صفاقس هذيك تلقاها معمره يهود، تروح بارتو تلقى اليهود يشريو ويبيعوا، تروح حتى الامارات، الامارات تلقاها معمره يهود، يبيعوا ويشريو وطالعين هابطين، وحنا واش عندنا؟ وحنا واش عندنا؟ الريح ما كاين والو، حنا هو تشوف واحد برك مسكين يجي اوروبيا يحط رجلو في يبداو يتبعوا فيه، جا جاسوس، الجاسوس. هاو يا ولدي انت جاسوس تاع واش يجس عليك؟ واش عندك يا مسكين؟ واش عندك باش يجس عليك برك؟ واش عندك؟ واش عندك؟ عندنا النيكلوير، عندنا ربنا ولك الحمد، واش عندنا؟ عندنا والو، الحليب ما عندناش، واش راح يجس علينا؟ وكيما قال الانسان كاش ما عندنا باش ينجم يجس علينا، وزيد هذه تاع الجاسوس هذيك ما بقات فيها يجي واحد يبعث له جاسوس، يا دوك جاسوس بالساتيليت، بالساتيليت ها عنده الكلافي وعنده هذا يجس عليك، هذا هما اللي يجسوا عليك، ما يجسش عليك يبعث لك واحد يجي يجس، وزيد كيجي يجس واش راح واش يدير بيك؟ واش يدير بيك برك؟ يندب بيك واش يدير بيك؟ كاين والو كيما قال الريح في الشباك. الي بالك من بعد نرجعوا ان شاء الله في كانش فيديو من اللي بيو نقول لكم قيم ديال هنا اتو تالور.